70 كيلومترا تفصل دوار بني معلا بجماعة سيدي الحسن القروية عن مركز مدينة توريرت، ضمنها مسلك طرقي غير معبد يمتد على طول 20 كيلومترا، وهو ما يجعل التنقل عبر التضاريس الوعرة لهذا المسلك هما يوميا يؤرق قرابة 800 من ساكنة الدوار التي ما فتئت تطالب بفك العزلة التي تحبس أنفاس الصغار والكبار. الطريق والو، الطريق ديالنا خصها فلوس كبيرة، ناشي الخدمة ديالها مويان 15 كيلومتر، نحن على بعد على الكودرول، والو الكلو الشبع، السبيطار من الطبيب والو. خصنا الضو، خصنا الماء، خصنا الطريق، الطريق راه منين كطيح الشتا هنايا كنقعد سيمانة ما نخرجوش من هنا، معذبين. المسؤولين كيشوفوا فينا وما كاين والو. المجلس طبعا بموارده اللي طبعا موارد اللي ضعيفه دار مجهود كبير بشراكه مع المبادره الوطنيه واللي تصوبت جوج مرات، هي 23 كيلومتر طبعا نقدروا نقطعوها في نصف ساعه. أما وقع الخدمات الاجتماعية الأساس فليست أفضل حالا، هذه البناية الصحية التي شيدت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عام 2011 أغلقت أبوابها منذ عام واحد بعد أن غادرها ممرض متعاقد، لتتفقم بذلك معاناة السكان الذين يجدون صعوبة بالغة في الولوج إلى الخدمات الصحية. بالنسبة ديال الصحة هو أن المستوصف هنايا ما خاوي، ما كاين حتى شي ما خاويش للسنبوة، هو مبلع. وبالنسبة للتعليم تا هو ما كاين حتى شي حاجة، هما الأقسام هانتوما شي 130 تلميذ أقسام ما كافينش، وبالنسبة هما مبني من 93 هانتوما تشوفوا الحالة من 93 غادي يتهدموا، خصنا يتبدلوا أو يبنوا شي أقسام جداد. كان واحد الممرض اللي كان معين في الإطار، وإذا به ما لازم الممرض حتى هو متعاقد اللي تلقى واحد التكوين خاص يعني في المدارس الخاصة، ماشي ممرض ديال وزارة الصحة، وإذا به ما كملش العقدة و ونفصل على العمل، ودابا حنا في انتظار ان ربما العمالات تم تعيين ممرض اخر. قرية بن معلة التي تئن تحت وطأة العزلة والنسيان في ظل افتقارها للبنية التحتية الاساس نموذج فقط لقرى كثيرة تعيش المحنة نفسها باقليم توريرت. ساكنة قروية تنتظر على احر من الجمر انتشالها من سجن العزلة وقساوة العيش.